هذا وقد التقى الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجو في مكتبه بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الباكستانية في مدينة روالبندي. وقد رحب قائد الجيش الباكستاني بزيارة سموه إلى باكستان مشيدا بعمق علاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين وباكستان وما وصلت إليه هذه العلاقات الوثيقة من نماء وتطور في مختلف المجالات، ومؤكدا حرص جمهورية باكستان الإسلامية على دعم وتعزيز هذه العلاقات لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين. من جانبه أعرب سمو رئيس الحرس الوطني عن شكره وتقديره لقائد الجيش الباكستاني على ما يبديه من حرص واهتمام لترسيخ آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، ومؤكدا تطلع مملكة البحرين إلى دعم هذا التعاون تحقيقا للمصالح المشتركة. أشاد بما حققته القوات المسلحة الباكستانية من تقدم وتطور عسكري في مختلف المجالات، ومتمنيا لجمهورية باكستان الإسلامية دوام التقدم والازدهار. هذا وقد بحث الجانبان عددا من المواضيع المتعلقة بتطوير التعاون العسكري والقائم بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية في كافة المجالات.